النهارده ان شاء الله جماهير النادي الاهلي هتكون متواجده. يا ريت تسمعوني جمهور النادي الاهلي وعظمته وتشجيعه. الجماهير اللي جايه من كل مكان، هتلاقي من الامارات، هتلاقي من المملكه العربيه السعوديه، هتلاقي كمان ايضا من الدوحه. لو عندنا جماهير النادي الاهلي في الدوحه واستعداداتها وسفرها النهارده علشان مباراه القمه، سمعونا يا جماعه علشان نبدا نحط جماهير النادي الاهلي ومتابعي النادي الاهلي في الصوره معانا لحظه بلحظه. هي دي جماهير النادي، سمعونا. ده جزء بسيط من جمهور النادي الاهلي. بالمناسبه دي رابطه مشجعي النادي الاهلي في الدوحه، بعض الجماهير اللي هتسافر النهارده للمملكه علشان تؤازر وتساند لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني من ملعب المباراه. هنشوف ان شاء الله النهارده عظمه، والعظمه بالمناسبه مش هنشوفها من جمهور الاهلي بس، من جمهورين، بسبب العلاقه الطيبه اللي بدات من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي راح نادي الزمالك في زياره تاريخيه علشان نقول ان هو ده الاهلي والزمالك، هم دول الرياضه المصريه، هم دول اكبر ناديين في قاره افريقيا، الاهلي والزمالك. علشان كده رسالتي للجمهورين النهارده، الاهلي والزمالك، عايزين النهارده تشجيع نموذجي، عايزين روح رياضيه. اكيد هيكون في فائز في المباراه، نتمنى ان شاء الله احنا عقليات النادي الاهلي ان يكون النادي الاهلي، لكن هيكون في فائز في المباراه وهيكون في خاسر، لكن ان شاء الله المكسب الكبير هيعود للرياضة المصرية، ان المباراة القادمة اللي هتكون موجودة في ملاعبنا في مصر تكون كاملة العدد. بدأت الرابطة تفتح مشجعين ب 20,000، الفترة اللي جاية نشوف اكتر واكتر بإذن الله.